صباح الجمال والنصر والأمل على كل مشاهدينا في كل مكان. صباح الخير على مصر حبيبتنا كلنا. أهلا بكم وحلقة جديدة ونهاية الأسبوع. النهاردة الجمعة 5 أكتوبر 9 صباحا بتوقيت القاهرة. بكرة 6 أكتوبر إن شاء الله يوم العزة والكرامة واللي هنحتفل بيه النهاردة في نهاية الأسبوع. مصر بتحتفل بجيشها العظيم. مصر بتحتفل بجيشها اللي تحدى الدنيا كلها واستعاد الأرض في حرب أكتوبر المجيدة. الحقيقة يعني عندنا كلام كتير قوي نقوله النهاردة وحلقة خاصة احتفالية هامة جدا بالذكرى رقم 45 لانتصارات أكتوبر. 45 سنة بالتمام والكمال مرت على حرب أكتوبر. الحكاية مش موضوع انتصار فقط أو انتصار عسكري فقط، لكن الموضوع أكبر من كده بكتير. الموضوع انتصار على حالة الهزيمة اللي كانت معششة في المجتمع المصري، مش الجيش فقط، المجتمع كله بعد هزيمة 5 يونيو 67. كان في حالة من الإحباط، حالة شديدة جدا من الإحباط في المجتمع المصري. عشان كده بالنسبة لنا حرب أكتوبر دي تعتبر مخزن للأمل، حدث تاريخي نقدر نستدعي روحه ونستدعي منه كل القيم الإيجابية. هنتكلم عن التضحية، عن التخطيط، عن الانتماء، عن الانضباط، عن الثقة، عن القرار. الحدث ده اللي احنا بناخد منه كل سنة ونقدر ان احنا فعلا نغسل وشنا لما نحب نفوق ونصحى ونقول لا، مصر تقدر تعمل اي حاجة، ونقول احنا نقدر فعلا ان احنا ننتصر على اي عدو ممكن نواجهه. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة ومصر بخير يا رب، ودايما مصر منصورة، وكل سنة وجيشنا العظيم بخير، ودايما هو الدرع لينا طبعا كلنا. وعندنا يعني الحقيقة لو قعدنا نتكلم عن التضحيات اللي حصلت في 6 أكتوبر واللي لسه بتحصل لغاية يومنا ده، مش يعني مش هنقدر نوفي حق هؤلاء العظماء اللي بيحمونا بدمهم وبيحموا أرضهم وشرفهم بدمهم. تحية لكل أبطال حرب أكتوبر، تحية لكل أبطالنا من القوات المسلحة، وألف ألف تحية لكل شهيد ضحى بروحه في سبيل أرض هذا الوطن. النهاردة هنحتفل مع بعض بمجموعة من الفقرات مشاهدينا، وهنبدأها زي ما تعودنا كل يوم جمعة وتحليل لأبرز أحداث الأسبوع. هنتكلم في حاجات كتيرة جدا، وأكيد هنتكلم عن استدعاء روح أكتوبر المجيدة. هيكون معنا الكاتب الصحفي علي حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أما في فقرتنا الثانية، بما أننا بنحتفل بنصر أكتوبر مع بعض وبطولات كثيرة، يعني هنسمع حكايات بقى كثيرة جدا وكيف تم تأريخ فترة الحرب، يعني إزاي نقدر أن احنا نقرأ التاريخ قراءة متأنية، والأهم من أن احنا نقرأ التاريخ أن احنا نتعلم منه. ضيوفنا في هذه الفقرة هيكون الدكتور اللواء أركان حرب مصطفى كامل، مستشار أكاديمية مصر العسكرية العليا، وكمان سيد اللواء مهندس محمد ناصر رئيس الجهاز المركزي للتعمير سابقا، والأستاذ محمد الشافعي الكاتب الصحفي والمؤرخ العسكري. تفاصيل كتير جدا وحكايات كتير يمكن نسمعها لأول مرة. والهدف دايما مش مجرد احتفال زي ما بقول لحضراتكم كل سنة، لا، الهدف هو استعادة الروح القتالية وروح الانتماء اللي دايما بناخدها من ذكرى انتصار أكتوبر. أما فقرتنا الأخيرة فهنستمتع مع حضراتكم باحتفال استمرار في احتفالنا بأعياد النصر مع فريق كورال صوت مصر. هنسمع منهم مجموعة من الأغاني الوطنية الجميلة، وهنكون يعني هيكون ده طبعا مسك الختام. مستنية كل مشاركات واتصالات حضراتكم، حابين توجهوا كلمة طبعا بهذه المناسبة العظيمة، تبعتوا لنا على أرقام، تكلمونا على أرقام تليفوناتنا اللي قدام حضراتكم على الشاشة، أو تبعتوا لنا SMS. كمان تقدروا تتواصلوا معنا على صفحة نهاية الأسبوع، نكتب بالعربي نهاية الأسبوع، ومستنية كل تعليقات ورسائل حضراتكم.